تلاحظوا ان صاروخ نزل في المقبره القذافي يستهدف حتى الاموات، يعني الاموات يستهدف فيهم بالجراد، يعني حتى المقابر، حرمه المقابر ما عندهاش حرمه للاموات ولا للاحياء، فهو لا يفرق، دمار شامل يعني للكل. لاحظوا انتم القبور كيف تم سقوط الصاروخ ومسح هذه المقابر، وهذا ضرب عشوائي بالطبع على مدينه نالوت. وهذا الصباح تقريبا يعني ما شاء الله يعني من الصواريخ ربما 40 او 50 صاروخ سقطوا في نالوت وخارج نالوت، وهذا جزء من القصف اللي اطال الاموات الذي نطلب لهم الرحمه من الله سبحانه وتعالى.